وقبل ما نخش في أخبار خاصة، وإنه النهاردة حلقتنا يعني فيها أفتكر وجبة دسمة مليئة بالملفات أو النقاط المهمة جدا. النهاردة بنتكلم عن فيروس كورونا يا جماعة، وأنا هنا عايزة أقول لكل عشاق النادي الأهلي أو جماهيره وأعضائه، كل المصريين على فكرة، كل المصريين الحقيقة، لازم تشدد تاني في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي كنا بنشدد بضرورة اتباعها في البدايات خالص. هذا الفيروس ما بقاش مستجد، الفيروس ده هيكمل سنة معانا خلاص في كل العالم. فإن أنت النهاردة تبعد عن التجمعات ده لازم يحصل، إن أنت تلبس الكمامة ده ضروري جدا. أهو كابتن محمود خطيب أهو كان حريص جدا على إن هو يلبس الكمامة، ده مثال يا جماعة. أنا النهاردة على فكرة كنت في المرور عشان الملصق بتاع العربيات، الملصق الإلكتروني. النهاردة ممنوع أي حد يدخل مش لابس الكمامة، ممنوع منعا باتا. المصريين لازم كلنا نحذر هذا الموضوع. النهارده اللعيبه كمان بتاعتنا في الاهلي لازم يكون عندها الحرص ده، الحرص الشديد كمان جدا والكبير في الفتره اللي جايه بعد الاصابات الكتيره اللي ظهرت في منتخب مصر. في اصابات كتيره ظهرت بعد مباراتين توجو، علشان كده لازم نحافظ على كل العناصر، خاصه ان الموجه الثانيه للفيروس التاجي ده، لفيروس كورونا حاليا، قويه جدا. والحقيقه في اوروبا وفي عالم الرياضه وكره القدم بالذات، يعني يمكن خلاص بقى الموضوع يعني شيء غريب جدا وشيء مسمع جدا. وعندك النهارده في الدوري الانجليزي يعني اغلبيته النهارده يعني اصابات لا حصر لها، وعندنا اثنين صلاح والنني.